السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. قبل أمس اتصل علي واحد يسألني، يقول هل الجلوتين أو مادة الجلوتين الموجودة في القمح لها علاقة بالقولون والغازات واضطراب الأمعاء؟ قلت له على حسب معرفتي نعم، لأنها عبارة عن مادة لزجة وتحتوي على روابط قوية ما بين الجلوتين والغلايدين اللي هو تكوين مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح، خصوصا بشكل خاص إذا كنت ما تعرف وش أو إيش سلالة القمح عندك، إذا كان إما أثر فيها التهجين أو أثر فيها التعديل الوراثي بالقمح. إذا أثر الأثنين هذولي على الروابط هذه لن يتمكن أو لن تتمكن المعدة بإن إتمام هضم اللي هو مادة الجلوتين وينزل بحجمه الطبيعي إلى الأمعاء، بعدين يكون فيه بلبلة وين فيه شعيرات الامتصاص عندك في الأمعاء، ويكون فيه إثارة أو اضطراب لبكتيريا الجهاز الهضمي اللي فضلاتها هي عبارة عن الغازات اللي تطلع من تحت. خلونا نشرح الشرح الكامل بالنسبة عن القمح والتسبب بالغازات وبعض الأحيان ارتفاع في الأجسام المضادة. عندك حبة القمح هذه الكبيرة، حبة القمح موجود فيها مادة اسمها جلوتين. هنا مادة الجلوتين تحتوي على عنصرين اسمها جلوتينين وغلايدينين. في هنا روابط كيميائية، الروابط هذه قوية جدا مع التعديل الوراثي أو التهجين. إذا عدلت بالقمح وراثيا أو هجنت في القمح، هنا تكون أو يكون الجهاز الهضمي غير قادر على كسر الرابطة هذه. شفت إذا كسرت أنت الروابط هذه، إذا دخل مادة الجلوتين أو القمح إلى داخل الجهاز الهضمي وهضمها الجسم بشكل كامل وراحت إلى الأمعاء وهي مهضومة، ما في بأفود منها، لأنه أنت تدخل بروتين، عنصر بروتيني. الجلوتين عبارة عن بروتين مش مضاف، ترى مو حاجة مضافة للقمح، لا، هي أساس من أساسيات تكوين القمح. وش يصير إذا ما تم هضم مادة الجلوتين الموجودة في القمح وراحت إلى الأمعاء؟ هذه أمعاء، من هنا دخول الأكل. هنا في عندك شيء اسمه شعيرات امتصاص، تمام؟ وبين شعيرات الامتصاص هذه، شوفوا اللي بالرصاص هذا، هذه شعيرات الامتصاص، بينهم في فتحة امتصاص اسمها تايت جنكشن. إذا أنت أكلت القمح ولم يتم هضم الجلوتين بشكل كامل، عندك واحد من ثلاث خيارات. الأول التسبب بالتحسس لشعيرة الامتصاص، وهذا ما يسموه أو يعرف بالقولون، يصير في انتفاخات التهابات، هذه اللي باللون الأحمر يبدأ يتغير شكلها، هذه يبدأ يتغير شكلها، يكون في التهابات عندك بسبب مادة الجلايفوسيت اللي تكون موضوعة على القمح. هنا غالبا تصير مع القمح اللي يكون غير عضوي، مع القمح اللي غير عضوي، هذه أول حالة. حالة رقم اثنين إغلاق فتحة الامتصاص هذه. جلوتين جلو صمغ مادة لزجة جدا، إذا تم إغلاق فتحة الامتصاص هنا يكون عندك شيء اسمه يسمونه مايل أبزوربشن، اللي هو انخفاض في الامتصاص، من ثم يكون في شيء اسمه نيوتريشن ديفيشنسي، نقص في المحتوى الغذائي اللي يتم امتصاصه من الجهاز الهضمي. هذه غالبا تلاحظ يتزامن معها، وشو تزامن معها؟ نقص بالفيتامين د، نقص بالحديد، نحف بزيادة، تساقط بالشعر، لأنه تحدث ويحدث معها ارتفاع في مادتي الزينولين والأوكلادين. هنا هذولهم الزينولين عند أوكلادين، وحيكون عندك لو نفذ إلى داخل الجسم إلى اللي هو الدم، حيكون أنتيباديز اللي هو أجسام مضادة. الأجسام المضادة هذه غالبا ستهاجم مادة الثايروكسين أيضا بمثل مهاجمتها للزينولين للتشابه الكيميائي. الجلوتين بحجمه العادي بدون هضمه قد يكون عند الشخص حالة تسمى بالهاشيموتو اللي هو كسل الغدة المناعي. عندنا واحد هنا هذا هاشيموتوز تريجرز اللي تستهدف اللي هو الغدة عندك، واحد منهم الجلوتين، مادة الجلوتين. متى تكون أو يكون الجلوتين خفيف؟ عندك السلالة، هذا يحدد مدى قوة الجلوتين في اللي هو القمح، إذا كان innocent قديم جدا سلالته هنا يكون أفضل. عندك السلالة، عندك اثنين مدة التخمير، عندك مدة التخمير هذه مهمة، كل ما زادت عدد ساعات التخمير طبعا بما لا يزيد عن 3 أيام، خلاص 3 أيام تكون كافية، وصلت لأعلى مراحل التخمير. هذه تعمل على تخفيف اللي هو الروابط هذه من بين الجلوتينين والغلايدينين في اللي هو مادة الجلوتين.
هنا ما راح يكون مشكلة. والطحنة خلها تكون من صفر وفوق عشان ما يرتفع سكر الدم بسرعة.